هسه نكمل. يقول لك إذا فينول، الفينول بروديوز يتم إنتاجه فروم من رياكشن تفاعل وذ مع 4 أمينو أنتيفايرين إن ذا بريزنس في وجود الألكلاين بوتاسيوم. يعني الأربعة أمينو أنتيفايرين بوجود الألكلاين بوتاسيوم فيريكايندين حتى يشكل لنا كولورد كومبلكس معقد ملون وذ أبزور مع امتصاصية 10 نانومتر معقد باللون الأحمر. ريد 4 أمينو أنتيفايرين بوجود الألكلاين بوتاسيوم فريكايندين حتى يعطينا هذا المعقد. تمام. إذن الفينول يتم إنتاجه من تفاعل 4 أمينو وهذا ماشي. قرأت لكم تمام. الصوديوم أرزينيت اللي هو زرنيخ الصوديوم. لا 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 خلاص خلاص. طبعا هاي المعادلة اللي هي الفينول فوسفاتيز راح نقسمه يصير فينول واحد فوسفاتيز واحد، وبعدين هذا الفينول راح ناخذه ويا الأربع أمينو أنتيفايرين وبوجود الألكلاين بوتاسيوم فيريكايندين هذا تمام راح أعطينا معقد أحمر. تقدر تقرأ كمعادلة، تقدر تقرأ هذا القطر كله واضح كمعادلة أوضح صايرة لأن نقسمه. خوش نقلب ورقة. هنا ما عندنا شيء، هنا الكتات. خوش الكتات. الكت أول شيء داي صوديوم فينول فوسفاتيز اللي هو ثناء الصوديوم الفينول فوسفاتيز تمام، اللي هو سبستريت ركيزه which الذي given after hydrolysis اللي راح تعطينا بعد التحلل after بعد hydrolysis تحلل. ايش تعطينا بعد التحلل؟ تعطينا بعد التحلل بواسطه منه بواسطه ال ALB، انه ال ALB هو اللي راح يحللهن، راح يعطينا الفينول واحد والفوسفاتيز واحد. تونا قرينا هاي. خوش الكربونيت بيكربونيت، والكربونيت بيكربونيت از ابوفر هو البي اتش مالته 10 اللي يسوي لنا استقرار للرياجنت. هذا خاف يقول لك شنو شغله تقول له هذا البوفر مالته 10 حتى يسوي لنا استقرار للرياجنت للعامل تمام. خوش والاربعه امينو انتيفايرين رياكت يتفاعل وذ فينول ان برسنس في وجود البوتاسيوم فيريكايندين حتى يعطينا معقد احمر. نفسيتها المعادله اللي تونا قرناها بالضبط نفسيتها تمام. الصوديوم ارزينيت لو زرنيخ الصوديوم بريفنت يمنع الاكسس اكتيفيتي اوف انزيم. اذا هاي جدا مهمه انه زرنيخ الصوديوم شنو شغله راح يمنع لنا الاكسس الزائد اكتيفيتي النشاط للانزيم. واضح جدا مهمه هاي تمام. السبيسمنت شود بي انه ملاها العينه، العينه اللي هي مال الدم او مال الدرار او مال شو اسمه لازم انه ملايز غير متحلله. ليش غير متحلله؟ حتى ما يصير فولس انكريز ارتفاع خاطئ. واضح العينه الدم او عينه السيرم او البلازم لازم غير متحلله حتى ما يصير عندنا فولس انكريز ارتفاع خاطئ. واضح هاي هذا ينشز طبعا مثل ما تعرفون. وهاي خلصت الملزمه. اي والله خلصت خلاص.